يعني نوعية المياه، نوعية المياه غير صالحة، غير صالحة نعم. ولهذا الصحاليين وضعوا هم مضخات غاضبة لرفع المياه وتعويض دجلة، وهذا ممكن يحل بشكل مؤقت ولكنه لا يكفي إضافة إلى تردي نوعية المياه. الموضوع الآخر هو إحنا ذكرنا دائما وسابقا يعني يجب أن يكون هناك تحرك حسب خطة وزارة الموارد المائية اللي في عام 2015 أن توفر الدولة 4 مليار دولار سنوية لتغيير منظومة الري البدائية التقليدية القديمة منذ السومريين إلى منظومات الرش والتنقيط، والحق لحد الآن نرمي يعني ما راحوا في هذا الاتجاه مع الأسف ولهذه اللحظة، لأنه كميات المياه حدثت الدراسة الجديدة الاستراتيجية في عام 2015 إلى عام 2035 على إضافة على اعتماد إيرادات افتراضية سنوية بحدود 32 مليار متر مكعب، وهذه يجب أن يصاحبها تقنين وترشيد في الري بزيادة الرقعة الزراعية بنسبة 115% إلى من منظومة الري والتنقيط على المنظومات التقليدية. هذا هو الإجراء الصحيح. إحنا صارت من سنوات مباشرة، كيف راح نباشر المستقبل؟ الموضوع الآخر المهم الداخل اللي حضرتك تفضلت به، أنا الأوان أنه يتم استخدام مياه البحر في تحلية مياه البحر. تحلية مياه البحر طبعا من خلال وهذا كل الدول تصير حاليا، يعني عندك والله هذا من 2000 هاي المشاريع نسمع بها من 2003 2004 2005 وما صارت. نعم ذاك المشروع بسيط، ولكن أنا يعني نقبل مشروع النهر كامل، وهذا حقيقة دراسة موجودة، نهر كامل يعتمد مثل مشروع النهر العظيم في ليبيا ذاك من مياه خزنية جوفية، هذا ومشروع ديش في الأردن أيضا، ومشاريع دول كثيرة. يراد لنا معمر قذافي ولا يراد لنا صدام حسين يسوي النهر الثالث؟ الله يسوي من يسوي؟ لا حقيقة يراد نهضة وطنية كاملة، يعني كافئ أنا الأوان للمباشرة، يعني التريث في هكذا مشاريع راح تخلي بلاد الرافدين، بلاد ليست بلاد رافدين، بلاد الحضارات عمرها بلاد حضارات 7000 سنة، هي اسمها بلاد الرافدين، فأنت راح تخلقها. لا وحتى لا وزير الموارد المائية اعترف وقال تحول الرافدين دجلة والفرات تحولت إلى قناتين، وزير الموارد نفسه وقال صار قناة، لا حد يقول عندي نهر بعد قناة. لا فعلا قام ينعبر مشيكم مناطق تنعبر مشي بغداد دكتور.